السلام عليكم، حياكم الله ملزلزين يا مكلبزين في الحلقة الأولى من تختيم Uncharted The Lost Legacy. طبعا الحلقة الأولى راح تكون حصرية على قناة True Gaming، فلا تنسى قبل أن نبدأ اللايك والتعليق والشاي. باقي التختيم راح يكون على قناتي، رابط قناتي تلقاه تحت في الأسفل، فإذا حبيت تتابع باقي التختيم حياك الله في قناتي. وخلونا بسم الله نبدأ. واحدة من أكثر الألعاب اللي متحمس لها في 2017، طبعا هذا جزء منفصل عن الجزء الرابع، لا هو إضافة ولا هو تكملة، هو جزء منفصل زي ما تقولون جزء فرعي لنفس السلسلة. راح تكون معنا البطلة كلوي ونادين المعضلة، الله يستر من نادين، إن شاء الله أنها تكون طيبة وترأف فينا. هل كانت الأحداث قبل أو بعد؟ ما ندري، ولأن احتمال كبير أنها تكون الأحداث قبل الجزء الرابع أو بعد الجزء الرابع. إذا تذكرون نادين فركت حطت رجلها. بسم الله البداية، طبعا مدبلجة اللغة العربية. يا روحي ما عرفتها، شكلها طالع في رسمة. ما شاء الله هذا المفضل لدي، يبرز بريق عينيك فعلا. نصف الثمن الاثنين. واو، تخفيضات والربعات. أنت ثانية هذا متجرك؟ لا، إنه لوالدي. ليه؟ كم ثمنه؟ 800 من فضلك. 800 روبية؟ حسناً، لك بخمسمائة وخمسين. مذهل. إذن أيتركك والدك وحدك؟ لا، ذهب ليقاتل المتمردين. أوه. هل استدعاه الجيش الهندي؟ لا، لقد تطوع في الهند يا جماعة. فعلا؟ حسنا، لو كان قراري لم أكن لأتركك. إيش عندها؟ حسنا، إذن إليك 300. اتفاقنا 400 روبية وجنش. لا تريدينه، إنه مكسور، أترين؟ أنت لا تعرفين القصة؟ جنش قتل باراشوراما أثناء الدفاع عن باب والده. أجل الدفاع عن شرف والده شيفا، وقطع نابه نتيجة لذلك. مثير للاهتمام. على أي حال إنه ليس للبيع. دورية. في وقتها. حسناً، انظري 600 روبية، الباقي لك. انتظري. 600 أعطتها. هاي تحتاجين لدليل. أو وكم سأدفع؟ دليل. واضح أنها بتستغلني يا بنت هذه. وأنت أبعد عنها. طيب شفنا كلوي كيف البداية معها. ها هاي الدليلة. وين بتوديني ذي؟ طبعاً بداية يعني استكشافية. خلونا الحين نشوف ايش فيه هنا. يجب ان الحق بتلك الشحن. اذا الجناش كم ثمنه حقا؟ دعاية جوال سوني. طيب عشان اتصفح الصور. دعاية واضحة وصريحة. يحق له شركته. اوكي قل له. ليش ما تقلب؟ لا لا بروال، نيجي سولو سريع. بس تزويم. خلاص. إيش تبي؟ تعالي دليني يلا. من هني.
அதெல்லாம் பிடிக்கலையா அஸ்லம் மேற்பரம் நல்லா இருக்கு ஆனா வடி வந்தா எல்லாம் ஒரே காரி கலரா இருக்கு تسمعي يا ولد لغة هندية ماذرة ماذرة تعالي ماذا اسمعيني أسلوب نشل جيد لكني أريد الجانش سرقتني الجانش آتي حسنا حسنا مفروض أني أعطيها جيد فوق أني مكرمها معطيها زيادة 200 روبية تروح تأخذ من البنية ذي مصيبة يقول لقيت هو حقي أصلا شلون لقيت أنا استرجعته لا يمكنك أن تدخلي دون أن تخلعي حذائك ولماذا؟ أنظروا إلى رواق المعبد ولماذا؟ الظاهر عندهم يعني شيء هذا محظور حشا داخل مسجد طيب لا يمكننا هيا هيا نسريها من هنا شو السالفة الدليلة ضيعتني إن عبور الجسر ممنوع إنه خطير جدا لماذا اسمع يا فتاة سررت بك لكن يجب أن ترحلي صرر لدي سرير إضافي صرر 300 روبية ما نبي سعر في الهند كلها تشتغلني ذي حسنا لا شكرا سأركب الشاحنة فكرة سيئة ليه المتمردون يؤذون الناس أنا قوي اسمعي سأساعد صديقتي وأعدك عندما أعود سأدعوك للبيتزا اتفقنا بيتزا اتفقنا جيد هذه أقوى من 300 روبية اللعنة الدورية شافتني سيدي يا إلهي أنا وأبي كنا نتناول المثلجات تمويه لا أستطيع كفو يا البنية لا بأس لا بأس ماذا حدث صارعة صارعة الحق على الموتر كفو يا البنية سيدي تنقذ صديقتك من صديقتها نادين اللي قهرتني في آخر انشارتد فور قهرتني خلاص اللي ما تابع انشارتد فور يحصله في قناتي تخديم كامل والكامل وجه تهذيب ممتاز الحين لقيت المساكين انقاذ صديقتي يعني بمعنى آخر تهريب صديقتي فتحنا الجوال عندنا اللوكيشن حسنا باب احمر فقط افضل من لا شيء يلا صوره ها نحن الشابتر الاول منطقه حرب انت معتدة على هذا في الجزء الثاني صراحه انا الحمد لله اني لعبت السلسله الجزء الاول والثاني والثالث ما طوفت الفرصه هذه لانها لعبه اسطوريه لعبة مغامرات وأكشن فاللي نطوف عليه الأجزاء الأولى تراها متوفرة في شريط واحد يعني فلا تستخسر يعني ألعبها وصدقني ممتع جدا وكلوي راح تشوفها في نفس الجزء تقريبا الثاني كلوي فريزر ها؟ كنا قامت تناظر شيء شو اسمه بخصوص الجرافيكس واضح انه نفس لماذا لا يزال هنا اخرجوا طالما تستطيعون المقصد يعني تحرك هيا انهم تحت حصار يعني في حرب اهلية شكلها ما ابي افضح نفسي شكل مالي إلا عدي من هنا خاف في طريق من هنا يعني كاني لمحت باب هنا قالت لماذا لا تهربوا أطلع لهم تفاهم مع الشبيبة اللي هنا أنا أتلم أفعل
جواسيس أوغاد. ماذا؟ لا أرجوك أصبت. إنه يكذب. لا نركب الشاحنة. تحرك، أنا لست الفاعل. شباب تركب في الشاحنة. مهلا مهلا، لا تكوني غبية. ابتعدي، اقتلوا. أمرك أنت. تعال في ذا بيقتلني. اقتلوه قالوا. لا يضعي ناخذ التوك توك. تبوني أجرب؟ خربني. أعني هذا، ابتعدي. أضرب أضرب يلا. والله ضربني صحيح، ما كنت أدري. تستهبل جاي تبغى يعني حب راسك؟ أكيد بيقتلك من جديد. حسبي الله على الرقافة. كان ماشي، ما كان شيء صار عادي. تغاضوا وتناسوا يا جماعة الخير. كنت بس بشوف السيناريو اللي راح يصير. بس سبنوني سبنوني سبنوني. تحرك تحرك بالداخل. ماذا تفعل؟ هيا بنات. لم أفعل شيئا. جواسيس مشينا مشينا. إنه يكذب. لا نركب. سوي نفسي واحد منهم. مهلا طوال. يا ليل الليل. لما العجب؟ تحرك. كيف أعرف أنك لا تهربين شيئا؟ ارفعي ذراعيك. هذا ماخذ حجة ذا. من الخطر أن تخرجي وحدك. هاي أين تعيشين؟ بدينا بشغلة تحقيق. أنت صماء؟ تقدر تقول. أجيبيه. قلت أين تعيشين؟ من عرفته؟ أقوم بشيء ما هنا. يمكنه الانتظار. أجل سيدي. قابلني في الداخل. مفهوم. إيه جاء هامر من فوق الحصن. أنت تعال احمل السلاح. سيدي. يلا يلا كلكم يلا انقلع. دعها تمر. سمعتي؟ هيا اذهبي. متحرش وسخ حيوان. هذا كلب ذا. لحظة سأذهب لمكان ما. إن شاء الله يا رب أني أرجع لما أكفخ واحدة ثانية. ايش فيهم خايفين؟ الموضوع خطر للدرجه دي. باب احمر تم. باب احمر تبعنا. كيف اجي اذا الباب الاحمر ليس من هنا؟ وكيف ناتيه اذا؟ اكيد في مكان انط. الموضوع فيه ناطنطه لانه باب احمر. شغل مخك من هنا. هي هي تبي تنقذ صديقتها. خلاص نرينا. لا بس أكد الكلام من النادين. لا أدخل. لا فائدة منك. لو لن يباع لا أس. أسحبه الحين تلا. قد حيوان معك سلاح. لا لا اخسي قوية. لا بدينا ندافع عن نفسك. خلاص شغل. من انت؟ نص ما تبلغ اخوياك. تكفى خلاص انا دخلت في الخطر الحين. معك سلاح شيء يكل. فتشي فتشي فتشي. ما تقدر. تعال يا صديقي. اها كذا نظامكم. اجل وهل احتاج للنوم؟ يمكنك النوم في الشاحنة. النوم في الشاحنة. أوشكنا. هناك المزيد في السقاق. إن شاء الله محتاج. هل مثل اليوم؟ سرعة سرعة. أوقف الانتظار. سئمت من هؤلاء. لا. الهذاب يقول أسبوعا. كيف؟ أسبوعا في هذا المكان المقرف. تذكر الهدف الأكبر.
ألا يزال معك مشروب جوز الهند؟ ربما. ماذا يعني لك؟ حسنا. خالصا. بعدين. ليش ولع النور الحين؟ طحوا علي يعني؟ لا إن شاء الله. بعد تتراسل مع مندي. اللوتس الوردي. بس ساطح. ماذا يعني هذا؟ الحين راح نعرف إن شاء الله. شكلك صدور لبس معين أو يعني يمكن راح تعرفيني في اللبس هذا. نحن على هدوء نتحرك لا نطلع أصوات ولا نصدر خشخشة. تبا مميل ها؟ لا ما كنت أدري سبحان الله على الموني مكان رايح فيه مو رايح فيه رايح في رجلها بعد. طيب روح كذا اخاف من هنا اخاف لا ما في نيثن دريك استغنينا عن خدماتك. متى نقاتل الطغاة؟ طغاة ها؟ والله ما طغاة غيركم. لن يعتقدوا هذا. تفتيش تفتيش للمكان. لا حبي فتحي الباب. الله يقطع العدو. ما تعرف تفتح الباب. أتوقع أبواب معينة تفتح. ولا نعدي من عند العدو مثلا. قف في مكانك. اللعنة. اللعنتين. طقها طقها. طقها أنا اللي طقها. سنعيهم. والله قوية البنت ما شاء الله. ما شاء الله عليهم. طرحت ثلاث رياجيل. هذا الآخر. ليه؟ ثلاث رياجيل يا كلوي. أتعب نيثن بعدها نيثن يقول خلاص لا تطلعوني في الجزر بس ما أبي شنو هذا ثلاث رياجيل طيب ما تروح من هنا أي أوكي أوكي بروح بس بشوف الباب ذا ماذا يوجد هنا ما أدري أنت تشوفين شيء هيبه يعني تبا لهم إذن لنطلع على الدارين علينا الذهاب إلى هذا السطح علينا أن لا ننفضح الله ول يا زين المنظر يا إله الجيش الهندي لا يعبث قص عشوائي ذا ولا شن قص لا يعبث أجل خلنا ننتبه على أرواحنا دام لا يعبث طبعا أطلع على السلم هذا واضح قصده هذا اللوتس الوردي ليس كما تصورت هذا انا على بالي بقابلها على لبس يعني هي لابسه زي كذا اوكي عطى يا جماعه زين زين تغير ليه 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 بعد التعب ذا والمشوار احدهما في المخزن والاخر يا الله المتحرش انت في المكان الخاطئ يا فتى وانا متحرش Ugh!
ما متحرش ها على بنت ترى طرح ثلاثة قبل شوي. لا يا الكلب طرح ثلاثة. قوية نادين كفو يا نادين. نادين قالت نفقع ولا ش... نادين وينك نادين؟ نادين راحت تسطرها. أخر كلش إلا نادين يا الكلب. أنا حطيت رجلي شدني خوار. ما كان ذلك. ظننت أنك محترفة. أمحك حيفة. عليك أن تهدئي لتعيشي أطول. أهدأ؟ رئيسة جيش المرتزقة أتتبع أصاب لأسابيع. لا يمكن توقع تحركاته. مشعل حروب بدون حرب. لا تعرفينه كما أعرفه. يغير موقعه وأساليبه دائما. من الغباء خوض مخاطرة كهذا. نحن لنوضح أمرا. هذه عمليتي. تريدين نصيبك؟ سنلعب بقواعدي. خطيرة. يقصدون من؟ ماذا تختارين؟ إنه ذو اللحية. ذو اللحية. أحسنت الاختيار. يعني أشوفه؟ وسيم لو تحبين المختلين. لا أحد مثلي. أين المقر؟ شرفة الطابق العلوي. بالشرفة. حسنا كفو يا نادين أبهرتيني صراحة. لنقم بهذا بالرغم من أنها رئيسة جيش المرتزقة. خططت لي يعني أسلك طريقا من الشارع لكنهم يبحثون عنها. صور سأفكر في شيء. صورنا صورة تبون أشوفها؟ تنبون أمر. هذا شفتوه؟ عجيب. مشينا نادين مشينا نادين. أطلعها. هيا سأرفعك. طبعا لبس لبسين طقم هندي عشان ما حد يشك فينا يعني. أشكرك. عشتي. من يذكر الرابع بس لا الحين اتذكر طق هني. اتبعيني. لم يكن هذا سيئا. خلني اسبق عشان ما تقول هذه ليست محترمة. والآن ماذا؟ الصبر. تعالي من هنا. لأعلى. حقا؟ حقا. انت تغيرت الخطة ها؟ اكيد على اللوحة. احذري منها. نادين الله يعينك. لا 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 طعم. يفترض اني كذا بالضبط. بعدين طلع على السطح. شوف نادين. وقت تضيع. اوكي اوكي جنابي. هيا من هنا بسرعة. تدركين اننا نبتعد عن مكر اساف. اساف هذا نفس اساف. عرفت اساف. تصير خير نتقابل بعدين ندردش مع بعض. خود واطي فوق. بقيت ساعة واحدة. سأقضي عليه. لا سأقضي عليه. ليه انت عازمن؟ علم يا كبرى واحد. اذهب الى اللوتس الوردي. هناك حركة. حول كبرى واحد. علم. امحق حركة. لا اعتقد ان احدا سمع. من حسن حظنا. اجل فضيحة. الى اين فضيحة أعلم. كلوي نادين الحين فضحتني. الحين نادين خاص دون امحق. بالله اذا تثبيت مشينا. حسنا في شيء داخل.
الحركة ذي كل ما سويها أتذكر ذا لاست أوف أس. خلونا ننسى خلونا ننسى أو نتناسى. أمحق سنة. تعالي والله اللي بغيت أطيح على وجهي. كيفو يجب أن نكون هنا، لا نستطيع العبور من دون موقد لحل. إذن الآن نرتجل. نرتجل ظننت أن هذا ما كنا نفعله. نرتجل يعني بمعنى أننا راح خربنا البنات. تعالي يفترض نطلع فوق. ولا على اللوحات ما حسبنا حساب الشيء ذا. لا مو كذا مو كذا حبيبتي. لا فوق. اطيع على اللوح حموت. تعالي نادين. شنو صوت لهذي؟ كانت تبغاني اروح على اللوح. اتفقد ما لدينا من خيارات. تتفقد خليها تتفقد. كفو عاشت المتفقدة. إنما سمعته عنها حقيقي تماما. تقصدي بعدين اهلي كزي. لا مو من هنا. تعالي تعالي جيبي 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 جيبي. السلام السلام على كلوي. يا سلام. هنا العيد. لا ما كان قصدي خاطئ. شبابنا ماذا عن تجنب الصناديق من الآن؟ حسنا هذا جيد. هذه لقافة أمامك. يقسم لا تقسم. صحيح ترى سمحت شيء أنت. أيوة الآن وقت الارتجال. الشغلة العشوائي ما يعني. ترى عبد الله الارتجال معناته شيء عشوائي. لا يعني أوكي المهم أننا نرتجل. توجد قرطاسية لو أردت. هل أنت ثرثرة دائما؟ أجل أوف صفت جبهتي فعلا. هي ثرثارة من الجزء الثاني خبر أنها تثرثر الواجهة. طيب تعالي نادين ما نستغني عن الحلوين. شنو؟ احذري تعال. شوفه. لا 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 المقصد كان هنا مو اني اموت. المقصد كان بسمع النغمة حقت الموت كيف راح تكون. قلت شكله ضبطت. خلصنا من مشكلة. الله يعيننا على المشاكل الباقية. أول الخير ذا. فوقنا تماما. ضغط دائرة مرتين. هذا غلط مني. احذري في العالم إنه يتربص لنا. إحنا فتيات جميلات. تخلصنا من مشكلة.
دائرة تركت لا تدقها مرتين. أترين لم يكن سيئا. الرحوم لم يكن. تراهم تحت بالضبط. إيش درك؟ مني طحت قبل شوي. وصلنا الشرفة. إيش الشرفة؟ سيستغرق لحظة. ندخل الغرفة. يلا حركة المختلسين. هذا واحد. وحيد. هذا سيفلح. فوحت. فلنجد القرص. مو كذا. هذا القرص اللي في الإعلان. شكرا جزيلا لك. أي يمكنك حمايتنا؟ أجل. رئيسة جيش المرتزقة تبيها تحميك؟ أكيد تحميك. سير في محل للتحف الأثرية. كان فتى نشيطا. كم ثمن كل هذا؟ ما يكفي لاستمرار تمرده لمدة طويلة. نوريك فيها. يا هالدور إن شاء الله يا الخير قدام. إحنا نبحث أكيد مثل ما أنتم عارفين عن قرص. المدمر والمتحول. ألا تشعرون بالديون؟ كل هذه آثار هندية. مش ليست معركتي. صلاة والنمر. ربما اقترب منا أكثر. نزلي. طبعا يمكن أكيد مهمة تكون هذه. لن يفتقد هذا. هذه المهمة. هذه المهمة. وخري نادي. خوش منظر. لاكشمي إلهة الثروة. هذا إله عندها. حتى إلههم لا يتعور. هي في وضع الصور. شوف كيف وضع الصور. صورة. سأستعير هذا. أوه هذا النار. فريزر. اقتربي. يبدو واعدا. إنه مغلق. فريزر اللي هو اسمه أبوها ترى. ما هذه الخريطة؟ غاتس الغربية منطقة هويسلا. تبا. لا بأس. نعلم هذا بالفعل. تبا. كل ما أقول أخطأت ذيك تضحك. أفعل أنا؟ لا 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 انقلبي. اللعنة. فلنأخذ الصندوق المرحب. ماذا لو لم يكن هنا؟ أفعل أنا؟ يعني هذا معناته استنقاص. بغت تجيب العيد. هذا جميل. ابحثوا إنها قريبة. بالداخل. طب فلنتحرك. منو يانا هالحزة؟ أساف. نادين. نادين. روس. مفاجأة سارة. جدا. بحذر يا رجال. إنها شرسة. أوف. أساف. برغم السنين لم يتغير شكلك. يا الله. إطلاقا. إنها جميلة. لك من ساذج. تبحثين عن عمل؟ شورلاين بإدارة جديدة. أزمة مؤقتة ليس بالأمر العسير. بالطبع بالطبع. للأسف كنا لنستفيد من قدراتك. لاحظوا مهمشني. أنا ماني موجود هناك. تعملين لصالح. لما أنت هنا؟ وهذا ليس مجال تخصصك. إنها في رأيي مجموعة جميلة. عشان رأيي. كلوي فريزر. جامعة تحف. لصة. تعملين للصة. سيدي. لدينا مشكلة. يا رب إنها أكبر من مشكلتنا. عشان ينسون إنه يروحون. ماذا؟
القضية على الفريق. حول. سأتي فورا. القرص. صحيح، بشأن ذلك، في البداية ظننت أنك مجرد متمرد عادي، ولكنك عثرت على إمبراطورية هويسلا. أحسنت. أعظم كنوزهم نابو غانيش. نابو غانيش يصعب العثور عليه. ماذا تفعلين؟ 3 غزوات للفرس وثلاثة حروب، وبعد هذه السنوات لم يجده أحد. بعيد. اقتربنا. ضللت، وفرصتك الوحيدة في تضييق محيط البحث عنه هو أن تجد أحدا يساعدك في حل هذه الرموز. اللي هي كلوي. شخص لديه معلومات عن مجتمع الهويسلا. بالضبط. خبير في ثقافتهم وتاريخهم. كأن الزمن يعيد نفسه. أجري ليس كبيرا. متطفلة. تريد أن تستغل كفاحنا لكي تملأ جيوبها. هذا رفض؟ لا أحب الرفض. أنت جريئة. أحب هذا. لا مزيد من الخبراء المدعين. اقتلوهما وألقوهما في النار. لا داعي، نحن سنرحل. كابو خلفهما. لني ميدا. هيا يجب أن نعبر. يا الله يا الله. النهر 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 النهر. من وين؟ نادين. هيا نادين يا كلبة. حسنا. تقبعت تقبعت. من هنا. ويني حظي؟ وين راحت حظي الأقشر؟ وينها؟ وين هذي؟ هنا أسرعي. وين تسنتي؟ أدين. ماذا فعلت هناك؟ فقعنا خلص. ولكن فعال. كنت ستغدرين بي ها؟ يدعى هذا ارتجال، يتعامل بدون حرفية. ما الذي يعنيه هذا؟ يعني أنك سمحت لأساف بأن يفاجئنا. أشك في استحقاقك للنصف. عرفت، كنت تنوين الغدر بي. الطبع يغلب التطبع. لا تعلمين شيئا عني. أحذرك، آخر من خانني أصبح جثة. هذا نهرك. أجل وليكن رجلك هناك. من خانها؟ من تقصد ها؟ خلفك. يعني هذه بعد انشارتد فور؟ والله شكلها يا جماعة. اطلع اطلع. حسناً هذا خطير. اقتدي. انحش. شكراً. هيا. أجل بسرعة. استمري. أين نستمر؟ أو بربي. بربك. حقير. هيا جميعكم ضعفاء. هيا المفروض ما تقتل وياهم. يبا وين رايح انت؟ مو كذا تنطنط تروح لاي مكان. لا لك وجهة معينة. النهر النهر لم ينتهي بعد. أين هو النهر؟ أين هو النهر؟ الحماس زايد مصيبة. صار النهر النهر. لا تتوقفي. استمر. ليش ليش تجي قدامي؟ خربت عليك. الأمر جيدا. مطر خفيف. بسرعة بسرعة. اتبعيني. اتبع الزمن. النهر أسفلنا. انطلق على الأضواء. النهر النهر. الأضواء. آمان.
طحنا في النهر. عافية يا بنات، صافقوا للبنات. هذه كافتتاحية، تخيلوا هذا الحدث اللي صار والمطاقق والمطارد اللي صار، هذا كله حدث يعني، فقط افتتاحية باللعبة. زعلت نادين، قالت هذه تستغلني. كانت تقصد مين؟ كيف الحال؟ في موعدنا سنصل البر خلال ساعة. رائع. نابو غانيش. نابو غانيش. لذا تم نهب عاصمة هويسالا. انظري لهذا. حلفك الحظ؟ لا أحتاجه. نحتاج إلى كثير من الحظ. أما زلت متأثرة بخبير أساف؟ لا تقلقي. أساف قد يكون في مدرجات النهر أو خلفنا. كما أن لدي أسلحة ووسائل نقل ورجال. كما قلت، لا تقلقي. يبدو كمفتاح ما. ربما، فلنرى. حسنا، الرمح كان سلاح غانيش، أما القوس والسهم لباراشوراما والفأس كان هدية من شيفا. كفو، قامت تفك الرموز. تعجبني المعركة الكبيرة. ماذا؟ التي فقد غانيش نابه فيها. وينها؟ أراهن لو وجدنا الرموز سنجد الناب. أحسنت يا فريزر. أجل. كيف. حسنا، يعني خططنا. أشكر والدي عاشق الأساطير الهندية. ورثت ذلك عنه، لابد أنه فخور. ستشرق الشمس، سأذهب لأستعد. أحسنت. لا دام وياي البنت هذه لما يخاف. يلا الحين تقعد الطالة وتفكر كيف أجيب النار هذا. أكيد هذا بداية الشابتر الثالث، فخلونا نشوف كيف راح تكون الافتتاحية في مكان طبيعي. اقتربنا. هذه طريقة صعبة لحل خلاف. سأفعل لأطمئن. اتفقنا. حسنا، منظر جميل جدا. وانظري، غريب. آسفة لأنني شككت فيك. هذه الهويسالة؟ هويسالة ليست حديثة البناء، فنحن على الطريق السليم. ماذا؟ لا يعجبني هذا. مش الخطة يا بنات. لا يعجبك أي شيء؟ لقد قطعنا 100 كيلومتر دون أثر لأساف. على سبيل التفاؤل سنفاجئهم. لا أظن. مو زين ترى. سأجد الناب وأصعب عليك. أوكي. مفهوم. وزعنا الخطط. أنا أجيب الناب، هي تمسك رأس أصعب. وزعنا. عند السيارة. نعم. ستلقني عند السيارة. طيب. الآن الهوم كومينج هذا هو نفس الشابتر الثالث، فهنا تكون نهاية الحلقة الأولى من إنشارتد الإرث المفقود. وراح نكمل إن شاء الله الحلقة الثانية والثالثة حتى نهاية التختيم على قناتي، قناة ملزرز، تحصلونها تحت في الوصف. فلا تنسى تكون مشترك في نفس القناة، ولا تنسى بعد اللايك على هذا الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم.